الرحمن الرحيم، معاكم ميس نبيين سعد من مدرسة المنتزه الخاصة الصف الثاني الإعدادي مادة العلوم. أول حاجة هنراجعها واجب المرة اللي فاتت. معانا بقى ورقتنا وقلمنا ونشوف كده نراجع الواجب مع بعض بالراحة. عرف كل مما يأتي: السالبية الكهربية. السالبية الكهربية هنقول مقدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة التساهمية نحوها في المركب الكيميائي. 2- الضغط الجوي، وزن عمود من الهواء، مساحة مقطعه وحدة المساحات من سطح الأرض. صوب ما تحته خط في العبارات الآتية: 1- يتحرك الهواء رأسيا في طبقة، طبعا الميزوسفير غلط، هنغيرها على طول ونكتب التروبوسفير. 2- يتكون جزيء الأوزون من كم ذرة أكسجين؟ طبعا هنغير الذرتي دي ونكتب 3 ذرات أكسجين، O3. 3- اختلاط فضلات الإنسان والحيوان بالمياه يسبب تلوث، طبعا هنكتب بيولوجي، كيميائي لو كان قال لي صرف مخلفات المصانع والصرف الصحي بالمي. 4- الماء النقي، ها تأثيره ايه؟ شيل حمضي دي خالص، متعادل التأثير على ورقتي دوار الشمس. 5- يبدأ ظهور العناصر الانتقالية من الدورة، طبعا عارفين من الدورة الرابعة. ده واجب الحصة اللي فاتت. يلا بينا بقى نبدأ حصتنا النهاردة. شغلنا النهاردة: 1- صوب ما تحته خط في العبارات الآتية. مين وحدة قياس درجة الأوزون؟ طبعا الملي بار غلط، لأنها الملي بار وحدة قياس الضغط الجوي، هنكتب وحدة الدوبسون. يستخدم مين في تحديد ارتفاع الطائرات؟ هنكتب الألتيمتر. 3- تعرف إيه بأنها مقدرة الذرة في الجزء التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها؟ هنكتب السالبية الكهربية. مين الحد الفاصل بين الميزوسفير والثيرموسفير؟ طبعا استراتوبوز غلط، هنكتب الميزوبوز. 5- تتكون الأخشاب المتحجرة نتيجة إحلال، هنكتب مادة السيليكا، محل المادة العضوية. 6- يتواجد أقوى العناصر مين في المجموعة 1A في الجدول الدوري الحديث؟ طبعا احنا عارفين أقوى العناصر الفلزية في مجموعة 1A. طبعا العناصر اللافلزية أقواهم في مجموعة 7A اللي هي الهالوجينات، يبقى هنشيل اللافلزية ونكتب الفلزية. طب ما المقصود بكل من؟ 1- المركب القطبي. المركب القطبي هو، يلا نكتب مع بعض، مركب تساهمي. الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه كبير نسبيا، ولو عايز أمثلة هتبقى المية H2O والنشادر NH3. 2- متسلسلة النشاط الكيميائي، نكتب برضو مع بعض ترتيب العناصر الفلزية تنازليا تبعا لدرجة نشاطها الكيميائي. جيم قارن بين، هنعمل كده جدول مع بعض في ورقتنا البيضة، وجه المقارنة ونكتب وجه المقارنة السلوك مع الماء، ونكتب البوتاسيوم والنحاس. عند البوتاسيوم هنقول يتفاعل لحظيا مع الماء، بينما النحاس لا يتفاعل مع الماء. مقارنة تانية، حفرية القالب وحفرية الطابع، عايزها من حيث مثال لكل منهما. انا هقول كمان التعريف والمثال، لو هو عايز مثال هقول حفرية الأمونايت، وحفرية الطابع هكتب حفرية سمكة أو حفرية صرفسيات. هنقول برضو التعريف كمراجعة سريعة: حفرية القالب نسخة طبق الأصل للتفاصيل الداخلية لهيكل كائن حي قديم محفوظ في صخور رسوبية. الطابع نسخة طبق الأصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم محفوظ في صخور رسوبية. 3- المقارنة، نيتروجين المثال حفظ قرنية العين، الكوبال 60 حفظ الأغذية.
اذكر أهمية واحدة لكل من طبقة الأيونوسفير، طبعا مهمة للاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي، جهاز الألتيميتر معرفة ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوي. طب أهمية الهالونات، الهالونات إطفاء حرائق البترول. 4 حفرية المرجان، الاستدلال على البيئة القديمة. البيئة المعاصرة لحفرية المرجان أن نستدل أنها كانت بحار دافئة ضحلة. مسألة بقى، إذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل 20 درجة مئوية، فكم تكون درجة الحرارة عند قمته على ارتفاع 2 كيلو؟ أول حاجة هنجيب الانخفاض في درجة الحرارة، هنقول الانخفاض في درجة الحرارة 2 في 6.5 ب 13 درجة. بعدين نقدر نجيب الدرجة عند القمة، هنطرح درجة السفح ناقص الانخفاض، يعني 20 ناقص 13 يديني 7 درجات. اكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات الآتية: نوع من أنواع الأشعة الفوق بنفسجية التي تمررها طبقة الأوزون بنسبة 100%، ما بتمتصهاش خالص، تبقى طبعا الأشعة الفوق بنفسجية القريبة. ترتيب الفلزات تنازليا حسب النشاط الكيميائي، هنكتب متسلسلة النشاط الكيميائي. 3 موت كل أفراد النوع الواحد، هنكتب الانقراض. طب جهاز يستخدم في تحليل الماء كهربيا، هنكتب جهاز فولتامتر هوفمان. اختبر نفسك، ده بقى واجب المرة دي، مش شكل المقابل، اعطيني شكل وعايز نوع كل من ربطتين 1 و2 وايهما اقوى. 2 ما النتائج المترتبة على وجود الربطة 2؟ ما قيمة الزاوية رقم 3؟ جيم استخرج الكلمة الغير مناسبة، اعطيني كلمات غير مناسبة، هتطلع لي الكلمة الغير مناسبة وتكتب لي ما يربط بين باقي الكلمات، وان شاء الله هنراجع الواجب ان شاء الله في الفيديو القادم. شكرا جدا لاستماعكم للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.